كلمة رمضانية في قصر عابدين الرئاسي بتثير غضب المصريين، وده اللي عبر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي من غضبهم من استمرار استغلال الأماكن التاريخية في تحقيق مكاسب مالية، وده خصوصا بعد انتشار مقاطع دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخيمة رمضانية باسم مولاي بقصر عابدين الرئاسي في قلب القاهرة. الخيمة بتعرض برنامج لتناول وجبة فطار خلال شهر رمضان داخل القاعة الملكية في القصر بنظام البوفيه المفتوح، ومع الاستمتاع ببند مصري وكمان بند تاني أجنبي، وممكن تقدر تاخد جولة مطولة في القصر اللي بناه الخديوي إسماعيل عام 1863 وكان مقر لحكم مصر لحد حكم الملك فاروق. هل القرار ده لايق بالمكان ده ولا لأ، وبعد كل تاريخه العظيم؟ وهنشوف دلوقتي إيه اللي بيحصل جوه القصر بالظبط. اللي احنا شايفينه ده هل يليق بمكان مصر اتحكمت من خلاله لأكتر من 100 سنة؟ وده اللي هنشوفه من خلال تعليقاتكم على الفيديو إعلان الخيمة الرمضانية. أول تعليق معانا من أسامة اللي بيقول قصر عابدين بقى مطعم، وبيتساءل وبيقول ممكن نأجر بقى بالمرة أوض النوم بالساعة للي يحب يقال شوية بعد الأكل. مو يوسف استغرب من الناس إنها لسه عارفة الكلام ده، وقال ده شغال بقاله فترة كبيرة، معرض وصالة احتفالات، وكمان شركة ماجي كانت عاملة فيه غدا من فترة. محمد كمل تريقة وقال أحسن من الركنة عشان ما يصديش ويجيب تمن القعدة في وسط البلد. فاطمة سألت سؤال مهم جدا وقالت إزاي قصر تاريخي يتحول لمطعم؟ فين الاهتمام بالتراث والآثار التاريخية؟ يحيى برضو قال رحمة الله على الملك فاروق، كان عامل في نفس المكان كل يوم إفطار جماعي مجاني ملكي. مروة غضبت جدا وقالت ده أو دي قلة أدب إن مكان أثري وتاريخي زي ده يتقلب مطعم، المفروض إنه يكون متحف ليه أو متحف نفس اللي عملته ثورة يونيو في القصور زمان. سمير برضو علق على الموضوع وقال الوطنية تحول التاريخ الأثري، واتكلم هنا على شركة الوطنية، تحول التاريخ الأثري إلى فندق كان ميدان عابدين موائد الرحمن وشوادر القرآن، الله يرحم الزمن وناسه، غذاء الروح والقلب والانتماء لك الله يا مصر. كده طنط وطنية الله يرحمها أصله يتحول إلى جامعة علمية، صرح طبي عالمي، منارة علمية بحق التاريخ والثورات اللي مرت فيه حين ذاك. الحمد لله مش تفكير، والله المستعان. تعليق آخر برضو من نعمة اللي بتقول منكم لله، شوهتوا كل ما هو جميل بمصر، أي حاجة تجيب لكم رز وخلاص، منكم لله.